السلام عليكم معشر المسافرين، في هذا الفيديو سنرى بعض العبارات الإنجليزية التي قد تحتاجونها عند السفر. نبدأ ب traveling by plane. When traveling by plane، عندما تسافرون مثلا بالطائرة، هذا في حال ما إذا يعني تم فتح الحدود بين الدول. Would you like to have an aisle seat؟ قد تسمعون مثلا أو قد يطرح عليكم هذا السؤال، Would you like to have an aisle seat؟ وهذه الكلمة تنطق aisle، لا تنطق aisle ولا تنطق aisle، تنطق aisle. So aisle seat is the seat close to the passage between the rows, the two rows. أي الممر بين الصفوف، الممر بين الصفين، صف الكراسي الذي يوجد على اليمين وصف الكراسي الذي يوجد على اليسار، الممر لو باساج. هنا ترون المضيفة بالزي الأحمر تتمشى على الآيل، هذا هو الآيل. So an aisle seat هو المقعد الذي يكون بجوار هذا الممر. أما الويندو سيت فهي واضحة، هي المقعد الذي بجوار النافذة. So we have aisle seats and window seats. عندما تريدون أن تحجزون تذكرة أو تذكرة one way، هناك ال one way أي اتجاه واحد أو ذهاب فقط، وهناك round trip. round trip هي ذهاب وعودة أو ذهاب وإياب. so a round trip. وهناك البعض يسأل one way or return، على حسب يعني الأكسنت، على حسب المناطق. so one way or return or one way or round trip، ولكن المعنى واحد. هناك أيضا أنواع الأمتعة، هناك الـ carry on luggage، luggage that you carry on with you، أي المتاع أو الأمتعة التي تحملها معك على متن الطائرة. وهناك الأمتعة المسجلة check in luggage، check in luggage or checked in luggage، أي المتاع الذي تسجله ويذهب في الكارغو، أي يذهب في يعني مع في تحت الطائرة، يعني ليس مع الأمتعة المحمولة. وبالمناسبة الـ carry on luggage أي الأمتعة المحمولة تسمى أيضا hand luggage. hand luggage أي الأمتعة اليدوية. هناك أيضا the boarding pass، بالفرنسية يسمى الفيش دومباركمون. boarding pass هو بطاقة الصعود التي تعطى لك أو تسلم لك بعد أن تدلي بجواز السفر، the passport. so they get your passport, they type your name and they see if you booked a ticket، يرون هل حجزت تذكرة، ثم بطبيعة الحال يسلمون البوردين باس، يعطونك بطاقة الصعود إلى الطائرة. وفي هذه الجملة نجد بوردين باس ونجد أيضا بوردين لاونج. بوردين لاونج هو يعني ذاك البهو الذي ننتظر به حتى يعني يحين موعد الرحلة. so you might wait in a boarding lounge before you go through the gate. the gate هي البوابة وتسمى أيضا the boarding gate، البوابة التي تخرج منها إلى الطائرة. at the boarding gate you will need to show your boarding pass. Where are the luggage trolleys? Trolleys. So, where are the luggage trolleys? Luggage trolleys are, I mean, those trolleys they give you to carry your luggage. تلك العربات التي يسلمونها لك لتحمل على متنها وعليها يعني حقائبك. نمر إلى قبل أن نمر إلى يعني إلى العبارات الموالية، هناك أعتقد خطأ في نطق كلمة ترولي، هي ترولي وليس ترولي، هي ترولي فقط. where can I change foreign currency؟ where can I change foreign currency؟ أين يمكنني تحويل العملة الأجنبية؟ so foreign currency is
the currency you bring with you from your hometown, from your country. So for example, in Morocco we have dirhams, in Europe they have euro, in the United States they have dollars, and so on. So عندما تذهب لبلد آخر أنت تحتاج إلى تحويل العملة. So you ask for a foreign exchange bureau, for example, or a currency exchange bureau, or an agency for changing the currency. So أين يمكنني تحويل العملة الأجنبية؟ Where can I change foreign currency? Can you please get me a taxi? عندما تخرج من المطار مثلا, when you go out from the airport, you need to get a taxi to get to the hotel, for example. So, ائتني بسيارة أجرة من فضلك. So, can you please get me a taxi? We need to book a hotel room. We need to book a hotel room. يجب أن نحجز غرفة في فندق. So, to book a room is حجز غرفة. عندما تريد أن مثلا أن تكتري مثلا غرفة أو منزل, تسأل what's the deposit. What's the deposit هو قيمة الدفعة المقدمة. So بعد يعني أصحاب المنازل يطلبون دفعة مقدمة, نسميها في المغرب تصبيق كضمانة مثلا. و هناك أيضا العبارة التالية, do you charge for the baby. عندما مثلا عندما تريد أن تركب سيارة أجرة تسأل هل يدفع للطفل, هل الطفل أيضا يجب أن ندفع يعني مقابل مكانه, يعني هل do you charge for the baby, هل ندفع لأجل الطفل أيضا, لأن هناك بعض وسائل النقل تعفي بطبيعة الحال أو تعفي الأطفال من الدفع. So children are exempted from paying, of course. So do you charge for the baby. وهناك أيضا عبارات أخرى سنأتي على ذكرها وعلى التطرق إليها في قادم الفيديوهات إن شاء الله. لا تنسوا بطبيعة الحال الاشتراك في القناة ومتابعة صفحتنا على الفيسبوك. شكرا.